السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسلمون حول العالم. وثيقة سرية تتسرب من اجتماع لكبار المسؤولين في إيران بحضور علي خامنئي تتحدث عن قادة الحرس الثوري وعن مسؤولين كبار، والأمر يدور حول انشقاق عسكري داخل النظام. وكشف قائد مقر خاتم الأنبياء عن إحباط خطة لهجوم مدفعي على مكتب خامنئي، كل ذلك حسب ما تلقته إيران انترناشونال. بحسب وثائق هذا الاجتماع الذي عقد في يناير، فإن بيع المعلومات من قبل قوات فيلق القدس للكيان الصهيوني هو أحد الموضوعات الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع. وفي نهاية هذا الاجتماع ألقى خامنئي أيضا كلمة أمام القادة. وفقا لتقرير هذا الاجتماع السري لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني والمسؤولين الأمنيين في مكتب المرشد، فإن هؤلاء القادة اعترفوا بحدوث انشقاقات واسعة للقوات في الحرس الثوري الإيراني والبسيج، وقالوا إنه أصبح من الصعب للغاية احتواء انتفاضة الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية على حد زعمهم، وهناك احتمال للانهيار. وقال غلام علي رشيد قائد المقر خاتم الأنبياء في هذا الاجتماع إنه بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية شهدنا عصيان الأوامر والأعمال التعسفية 3 مرات، وهو ما يعني محاولة إطلاق المدفعية على أهداف في طهران أحدها موقع بيت المرشد. وأضاف رشيد أنه تم إحباط هذه الخطط واعتقال هؤلاء الأشخاص. وقال محمود محمدي رئيس منظمة بسيج الطلاب ورجال الدين في هذا الاجتماع إنه رغم وجود حارسين شخصيين فقد خطف المحتجون عمامته من السيارة التي كان يستقلها وألقوها في الماء. إذن مشاهدينا الكرام، حول هذه الوثائق المسربة ودلالاتها نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد عباس الكعبي المتحدث باسم حركة النضال العربية لتحليل الأحواز. سيد الكعبي تحية لك. المشاهدينكم الكرام، أهلا بك سيد الكعبي. في البداية، في أي إطار ترى عملية التسريبات من حيث المبدأ أن يسرب اجتماع بهذا الشكل وبما يمثله من كبار المسؤولين في النظام الإيراني حينها؟ نعم، الوثيقة المسربة تحتوي على عدة دلالات، يعني إذا كانت يعني كما هي أو ما تفضلتم به يعني هو ما ورد في الوثيقة يعني فعلا، فأهم الدلالات هذه ولعل الأخطر بالموضوع هو التأكيد على استمرارية الانتفاضة. فهذه الانتفاضة التي شارك فيها المعلم والأستاذ والفلاح والعامل وجميع القطاعات والتلميذ والطالب من كافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية وغير ذلك، فهذا أكدت هذه الانتفاضة بأن لا كرامة ولا هيبة ولا قيمة لهذا النظام. هذا أخطر ما في الموضوع. ثم عندما نلاحظ بأن إحدى الفتيات عندما يتم إطلاق سراحها على باب سجن أفين على سبيل المثال المعروف يعني سيء السمعة والصيت يعني الخاص بالسياسيين، وعلى باب السجن تردد نفس الهتاف أو الشعار الذي اعتقلت من أجله يعني، فهذا يشكل خطورة حقيقية على النظام. هذا من ناحية. من ناحية الانشقاقات، كانت هناك منذ بداية الانتفاضة منذ أكثر من 6 أشهر أو قرابة 7 أشهر حدثت هناك حالة من التمرد أو الانشقاقات أو العصيان أو حالة من محاولات يعني الهروب إلى خارج هذه الجغرافيا، وأيضا يعني كانت هناك يعني القيود والإقامة الجبرية على العديد من المسؤولين وربما حتى المسؤولين الصف الأول سواء من ضباط في قادة البسيج أو الحرس الثوري أو مسؤولين سياسيين. فحالة الانشقاقات كانت موجودة بالدرجة الأساس يعني بدأت منذ ذلك الوقت، والآن بدأت تزداد، وإن ازدادت فهي تؤكد هذا الشيء، يؤكد بأن الانتفاضة ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد، حتى وإن تشهد نوع من الهدوء النسبي بالوقت الراهن، ولكن أصبحت يعني هتاف الموت للديكتاتور والموت لخامنئي وكأنه بمثابة التسلية للتلاميذ للأطفال للنساء للفتيات للشباب للجميع يعني بدون استثناء.
فهذه الحالة موجودة من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هناك التردي في الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة النظام على الإنفاق يعني بدرجة كبيرة. لكن Thank you.